هلا والله شباب، ويلكم باك ان بارت 5 من ماب اسنشن. زي ما انتم شايفين دلحين انا وصلت راوند 18. في بعض الكليبس وخرتها يعني لانه ابغى احاول يعني الخص جسم البارتس ما تكون اكثر من 8 دقائق عشان اذا اسوي لها ابلود طويله ما يعني يطول عليك الابلود. في شيء حبيت اتكلم عنه اللي هو يعني انه في ناس كثير، وانا كنت اعرف كذا واحد يعني يلعبون كود بنفس سلاح، ما يغير سلاحه، لا يغير لا سلاح ولا بيرك ولا اتاتشمنت، وقاعد لي بس بنفس السلاح ولا حتى يعني ما يغير الاستراتيجي حقه نفس الطريقة، ولا يعني مع ذلك يبقى يطور لعبه وما عارف كيف. نزل اللعبة يعني ما فرق يعني في أي شيء من بدايته ما شر اللعبة إلى هذا. أنا أعرف هذا الإنسان يعني من صحتك، يعني كيف تبغى ترفع مستواك على نفس السلاح كل يوم وعلى نفس الأتاتشمنت على نفس الفيرست، وتستعمل يا ريت يستعمل أسلحة قوية يا شباب، لا يستعمل أغبى أسلحة في الشريط. مستعمل لي مثلا مستعمل لي سنايبر واتوكي، هذا في قد 6 الواتوكي، هذا سنايبر قبل الاخير في قد 6 طبعا، وحاط مع حراري، ما مو مشكلة حراري بس، وحاط على ما اظن مع الرادار هذا الهارفيت سنسر، وحط لي بيركات مثلا مع سنايبر، حط لي دينجر كلوز مع سنايبر، يعني ما لها دخل ببعض، ابغى اعرف وين يعني ما لها دخل ببعض يعني. وحط لي والله ما ادري في هذا اللي تقربت منه ناسي انا الاسامي عرفها بس نسيت، وحط لي ماراثون مع سنايبر وحاجات يعني ما امها دخل في الثلاثة. يعني نصحت انا قلت تبغى تلعب تبغى تغير يعني تبغى تستانس غير اسلحة، جرب الاي كي جرب الاي سي ار يمكن يعجبك. فهو يعني سمع كلامي وبدأ يغير، بدأ يجرب اسلحة، بدأ يغير تركات الحمد لله يعني، وجرب كذا اتاتشمنت يعني كذا اتاتشمنت بعدين عجبه يعني كم واحد، وصار يعني لعبة ما شاء الله. هذا الحين بعد ما شرى البلاك اوبس يعني اول ما شرى بلاك اوبس يعني برضه قاعد على نفس السلاح، بس يعني لاحظت عليه يعني بعد ما لعبت معه يغير يعني ينوع في الاسلحة، ينوع في طريقة لعبة، وهذا شيء زين يعني. بما انه يعني هو دخل بعدي في كود، انا يعني كصديق انصح مو بساحب عليه، ما هم من الا نفسي، وما اقول اني انا احسن واحد بين اصدقائي ولا احسن واحد، بالعكس انا يعني لعب عادي العب عشان استانس، ما همني يعني ما همني اذا يعني افوز ولا اخسر، بس احب يعني افوز فريقي ليه؟ عشان يعني هذه هي اللعبة، بس يعني ما تهمني في حياتي، تهمني بس اذا جيت العب. هذا اللي حبيت اقوله، وما شاء الله الحين اللاعب هذا اللي قاعد اتكلم عنه الحين هو طول الوقت جايب يشبر فوز فريقة الحمد لله، وكل ما قابلته قال انا الحين جايب دوج وشوبر فوز فريق. يعني استانست يعني جدا، يعني اشوفه يعني اشوف واحد بديت معه من يومه هو الحين الحين طابع يلعب فوز فريق، هذا شيء زين. وعندي صديق ثاني برضو ما يعرف يلعب، ويحب الزامب وما يعرف يلعب، ما ادري ليش، ما ادري انه مو متعود على نظام اللعبة. انا يعني قعدت اعطيه نصايح يعني نصايح في اللعبة، واقول له يعني وش احسن الاسلحة، وش يعني وش تحتاج عشان تطور اللعبة، يعني يعطيه نصايح يا صديق صحيح في اللعبة يعني تبقى عادية. ف يعني تركت
ثلاث أسابيع أو شهر والله ما أدري. فلاحظت أنه يعني يلعب طول الوقت، يعني لاحظت مثلا أدخل أنا ألاقي يلعب، أطلع وأرجع أدخل بعدها بكم ساعة ألاقي عادة يلعب. استغربت يعني كل يوم على ذا الحالة. بعد ما رجعت يعني أنا كنت في السعودية وقتها، بعد ما رجعت لإيطاليا قلت له ما شاء الله يعني طرق كثيرة، أنا ماسك يعني من الساعة 12 إلى من الساعة 3 الليل. قلت يعني طيب يعني شيء زين بس إنه مضر في نفس الوقت. ليه؟ يعني تسهر، أنا ما يعني شباب السهر يعني أنا أسهر بس يعني شيء مضر، أبغى أقول لكم يعني شيء مضر. وأحسن شيء يكون نوم الليل وأحسن شيء، بس يعني كلكم يعني ما حد سامع كلامي أكيد، ولا أنا ما قاعد أنر عليكم، بس أقول لكم يعني نصيحة للي يعني، لأن أعضاء في حاجات ما أدري والله في الرأس ما أدري من اللي قايل لي إنه ما تنمو إلا في الليل أو شيء زي كذا. ف يعني هذه كانت أكثر نصيحة يعني عجبت فيها والله ما أدري من اللي قايل نسيت. ف يعني تطور لعبة، صار يلعب يعني يلعب بحماس. اول ما اخش ما يعني يلعب يعني ما يطير، انا اصلا اطيح فصار يعني يحمسني اني العب معه. هذا اللي حبيت اقوله يا شباب. وكملوا باقي الجيم بلاي شباب piccolo e carino. Sparite dalla mia vista! Le loro testoline faranno morte succulente. L'esplosione è così intensa che non riesco a trattenermi.